ذاب الجوع وأوشك الشتاء على الانتهاء، وسيبدأ العشب بالنمو قريبا. اسمي بوريفجاف، أنا راع من أولان أول في محافظة هوفزغول. هذه الرحلة منذ 40 سنة. أنا الأكبر سنا والمسؤول عن 10 عائلات في هذه الهجرة. دعونا نرى إن كنا سنستطيع الاتصال بالشبكة. هل سترحلون؟ ماذا؟ متى ستنطلقون؟ في 26 أو 27 من شهر مارس، وأنتم؟ ربما في 24. حسناً، أعطيني بيارة، أريد التحدث إلى زوجك. دارن، سينقطع الاتصال. نفدت البطاريات. نحن الدارهاتس نرتحل لمسافات طويلة، أبعد بكثير من البدو الآخرين. هذه الهجرة الكبيرة الأخيرة في منغوليا. نسافر لما يزيد عن 400 كيلومتر كل عام. نمر عبر مناطق وقرى عدة، والآن سننطلق نحو مراعي الربيع حيث الجو أكثر دفئاً. انظروا إلى أولئك الشباب، لديهم الكثير ليتعلموه. سأراقبهم طوال الوقت. إنهم لا يعلمون إلى أين يذهبون ولا أين ينصبون الخيام. علي الإشراف على كل شيء. هذه الحلقة القارية حول الشمس تعني أن الطقس سيتغير. هناك عاصفة قادمة، علينا أن نتحرك بحذر. أن نجد مأوى بسرعة. إنها عاصفة كبيرة، ما زالت أمامنا 150 كيلومترا قبل أن نصل للبلدة التالية. الطقس ثلجي،
كانت 2013 سنة رهيبة. كيف سأعرف حيوانات هذه السنة؟ الشتاء المنصرم كان قاسيا هنا في وادي دارهات. خسرنا نصف حيواناتنا. تاء آخر كذاك وسينتهي كل شيء. هذا صعب حقا. أستيقظ كل يوم فجرا لتجهيز الشاحنة. أبدأ في السادسة أو السابعة صباحا. علي أن أرى أسفل الشاحنة، فالمحرك متجمد. الطقس بارد حقا. الوضع جيد الآن، يمكننا الذهاب. بقي هناك حوالي 160 شخصا في مجتمعنا الرعوي، وحوالي ثلثنا الآن يعيشون في المدن، معظمهم من الأطفال في المدارس الداخلية وكبار السن الذين لا يستطيعون التنقل، وما تبقى منا لا يزالون يتنقلون مع الحيوانات. عندما أدخل إلى مدينة أشعر كأنني في السجن. نخزن عتادنا للشتاء في هذه القرية. يعيش أقاربنا الآن خلف الأسوار والجدران بلا ماشية ولا حتى حصان للركوب. كيف يعيش الناس العيش هكذا؟ هل رأيت باتسيخان مؤخرا عارض الأفلام؟ إنه في مبنى الأرشيف يبحث بين أشرطة أفلام الحرب القديمة. نحن من المحاربين القدامى في الجيش الأحمر المغولي، خدمنا في فرقة الفرسان الثمانية. احتفظت بقصة شعرك العسكري في الجيش. كان يقود الدبابة رقم 150. لا، كانت رقم 550. لا تكن سخيفا، لقد كانت صديقتي. أبعد تلك القبعة القبيحة عني. يشرف باتسيخان عارض الإعلانات الأفلام القديمة. ورث آلة العرض من والده. خلال الفترة الشيوعية كان لدينا ناد للأفلام في البلدة. كنا نلتقي هنا من أجل السهرات السينمائية. كنا نعيد مشاهدة الأفلام الروسية القديمة. إنها جزء مهم من ماضينا، تاريخنا. مهما سيحصل في المستقبل فستبقى هذه الأفلام. خلال الحرب العالمية الثانية اجتاح هتلر روسيا. هاجمت جحافل لحوم البشر الفاشية إخواننا الروس بدون سابق إنذار. ساعدهم المغول من خلال إرسال الإمدادات. أطنان من اللحم والفراء وحتى الذهب والفضة تم شحنها إلى الجبهة. دورج كان البطل وسط الرعاة. قاد قوافل إلى الجبهة، استولى على آلاف الجمال من جميع أنحاء البلاد. تجمعوا في أولمباتور، من هناك سافروا إلى السكة الحديدية على الحدود. لم يخفق دورج قط، كان زعيم القافلة المثالي.
مع دعمكم تمكن الجيش الأحمر من دحر فاشي ألمانيا. أبطال الجيش الأحمر، تهانينا لكم. قيدت قوافل الحرب من قبل أفضل الرعاة، كان يطلق عليهم اسم رعاة الآلاف، وهم من تجاوز عدد رؤوس قطعانهم 1000 رأس. في بداية التسعينيات انهارت الشيوعية، لم يكن باستطاعة المرء شراء الطحين والسكر والأحذية أو حتى قلم. انسحب الموردون الروس، لم يتبقى شيء هناك. كيف يمكن إرسال أطفالنا إلى المدارس في ظروف كتلك؟ لذلك أصبح أطفال السبعة جميعهم رعاة مثلي. ليس هناك مستقبل لهذه الحياة، نحن دائما بحاجة إلى المال، لذلك أرغب في الذهاب للبحث عن عمل في المدينة كقيادة شاحنة كبيرة لشركة تعدين والحصول على راتب. إذا ذهبت إلى المدينة، من سيساعدنا في الحيوانات؟ السهوب المفتوحة باردة جدا عليكم الآن. أنتم تحتاجون لمنزل دافئ. حسنا، سنرى. في هذه الأيام نحن أحرار في التنقل، حيث نكلنا الأمر ليس بهذه البساطة. إذا لم يكن هناك عشب كاف في مكان ما، فسنضطر للانتقال إلى بلد آخر. عندئذ علينا أن ندفع ضريبة. أصبح الأمر صعبا جدا مع كل هذه الضرائب، ومن الصعب أيضا على الأطفال أن يلتحقوا بمدارس داخلية عن أهاليهم. بدلا من تنقل الأطفال جيئة وذهابا، لما لا تبنى لهم مدرسة بدوية؟ لكن لن يقبل أي معلم بالعيش في هذه الظروف، إنهم يفضلون الراحة في. هل جمعت الثيران؟ أين ذلك الحصان الأحمر؟ انظر، إنه يركض بعيدا. مل أطفالي وتعبوا من حزم الأمتعة الحال، ليست لديهم الرغبة في هذا النوع من الحياة بعد الآن. الجيل الجديد ضعيف، فقدوا قدرتهم على البقاء. ستختفي حياة البداوة قريبا فيما. سلك آباؤنا من قبلنا هذه الطرق كما فعل أسلافنا لآلاف السنين. تضغط علينا الحكومة لكي نصبح عينا وأصحاب محلات تجارية، لكنهم حقا لا يفهمون أوضاعنا. إذا استقريت في مكان ما، فستصبح حياتي بلا معنى. فنحن لم نخلق للاستقرار في المدن. التنقل مع الفصول هو نمط عيشنا. عندما يحل الربيع، فنحن ننتمي لعشيرة البجع. البجعة هي رمزنا. نتبعها عندما تهاجر.
في الصيف نعيش بين جبال أبونا وأمنا. ترعى حيواناتنا في هذه السهوب الشاسعة وتربي صغارها، ومثلنا تعود البجعة كل عام لوضع البيض وفقس صغارها. طرابلس اللبنانية حي قديم ذو عالم خاص. أحتفظ بهذه اليوميات منذ فترة طويلة، أسجل كل ما يحدث داخل هذه الخيمة وخارجها. ولدت في مقاطعة أولان أول، دخلت المدرسة في عام 1957، ثم عملت في نيكدل وهي مزرعة تعاونية، وأصبحت مشرفا. بعد خدمتي العسكرية سرقت مني زوجتي الأولى المال، لذلك أعدتها إلى أهلها. يحتاج الراعي إلى زوجة، لذلك بدأت بالبحث. أذكر كيف تزوجنا، لقد اختطفتها. هربنا على هذا الدرب. منذ حوالي 40 سنة كنت لطيفة وسمينة تماما كما أنت الآن. كان هو في 28 وأنا كنت قد بلغت 20، أحببنا بعضنا. سرقتك بعيدا، لم أتمكن من طلب يدها رسميا للزواج. لم يكن هناك حفل زفاف رسمي، رفضه والداي. هربنا ليلا. مرت الذئاب من هنا. إنه ذلك الذئب مر ثانية. تهاجم الذئاب قطيعنا عندما لا يتبقى لديها شيء لتأكله. لقد اصطدنا من الغابات واصطدنا السمك من الأنهار. هذا الذئب جاء من التايغا، غابات الصنوبر. يمكن أن تصاب الذئاب بجنون القتل وتلتهم قطيعا بأكمله. هذا العام قتل 30 رأسا من الأغنام و20 من الماعز. تكون الذئاب جائعة دائما بعد شتاء قاس، ويمكنها اللحاق بنا لمئات الكيلومترات. هذا هو الخطر الذي نواجهه هنا. بعد انهيار الشيوعية اشتريت 100 خروف من مزرعة الدولة. ازداد قطيعي إلى حوالي 600. حلمي أن أمتلك 1000 رأس من الغنم. ما زلت أطارد أن تمتلك قطيعا من 1000 رأس، يعني أن تتقاعد كأمير بين الرعاة.
أين وجدت هذا الملاك الصغير؟ قتلت الأم غالباً من قبل صياد أو ذئب. احذر من الكلاب في الخارج، سيأكلون. لابد أنه يتضور جوعاً. انظروا كيف يشرب بسرعة. هذا يكفي. لا تعرف أبدا من أين سب. إنه يركض باتجاه ما ثم يهاجم من اتجاه آخر. حصلت على واحدة، أنثى مرضعة، لا بد أن أشبالها بالقرب منها. من باب الاحترام نحن المغول لا نقول ذئب بصوت عال، بل ندعوها بأسمائها السرية: ذو الرأس الأشعث واليرقة. الأنثى المسيطرة هي زعيمة القطيع. قتلنا الأم، لكن الأنثى المسيطرة أخذت الأشبال. لقد تبنتهم كما يفعل الإنسان. عادت الذئاب الليلة الماضية وجرت إلى خارج الحظيرة. الذكر المسيطر ذو المخالب الكبيرة، إنه ذئب سيء كبير. إنه أذكى من معظم الرجال ويتقدمنا بخطوة دائما. سأطارد هذا الذئب وأشباله وسأبيع جلودهم. حقا بتلك البندقية القديمة؟ أتتوقع منه أن يكون جالسا بانتظارك؟
خارج نطاق عيار 22، أحتاج إلى بندقية أكبر. الثور مريض بسبب طفيليات براز الذئب. تتبرز الذئاب في جميع أنحاء المخيم. علينا تنظيف المكان بأكمله الآن. نحن بحاجة لتطهير الماشية لقتل الطفيليات. ارتفعت الأسعار حقا هذا العام، نحتاج إلى المزيد من المال. لقد نجونا هذا الصيف بفضل فائضنا من الألبان. جنينا بعض المال من بيع القشدة والزبد، لكننا أنفقناه كله في شراء الطعام والشاي والتبغ. لن ننجو من شتاء سيء آخر كالشتاء الماضي، وما يزيد الأمر سوءا أن الذئاب تتبع قطعاننا. أصبحت نجاتنا نحن البدو أكثر صعوبة. ينقص الشتاء من قطعاننا كل بضع سنوات. لقد فقدنا الكثير من الحيوانات. على الأقل ستجلب لنا جلود الذئاب هذه بعض النقود الإضافية. سأدفع لك $20 عن كل قطعة من الجلود، لكنني سأعطيك أكثر من ذلك بكثير مقابل ذئب حي. يدفع الصينيون حتى $1,000 مقابل جثة جديدة للذكر المسيطر. يستخدم الصينيون أعضاء طبهم التقليدي. أصبح لحم الذئب أكثر تكلفة من لحم الضأن. إذا أمسكت بأشبال الذئب تلك فسأبيعها قبل حلول الشتاء. سأحصل على المال لتعويض الخروف المفقود. Thank you.
تهدى 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 الرغبة شوية مولي هارونا قبل آلاف السنين رحلوا من أرض النيل إلى البلقان في منتصف سبتمبر نبدأ بالتحرك نحو أراضينا استعداداً لفصل الشتاء. نقوم بإجراءات قصيرة تسمى أوترار لتتمكن حيوانات استفادة القصوى من المراعي واكتساب الدهون قبل الشتاء. فتخزين الدهون يصنع فرقا بين الحياة والموت هنا بالنسبة للحيوانات والبشر. أنا بحاجة حقا لتعويض الحيوانات التي خسرتها، لكن تربية أشبال الذئب هذه من أجل الجزارين الصينيين لا تبدو أمرا صائبا. لقد دخل مفترس أكثر خطورة من الذئب إلى هذه السهوب. الذئب ذو الساقين أسوأ من الذئب ذي الأربعة قوائم، فالذئب ذو الأربعة قوائم قد يقتل الأغنام والماعز، لكن الذئب ذا الساقين الآن الذئب يلتهم أرضه الأم. كانت شركات التعدين تحفر هناك في المرة السابقة، الآن وصلت إلى هنا إلى مراعينا. هناك نوع من العشب هنا لا نجده في أي مكان آخر، جيد لتسمين الحيوانات حديثة الولادة، وقد كان هذا حق أسلافنا منذ 9 أجيال. إنهم يعرضون علينا $30,000 نذهب ونجد مراعي أخرى، ربما علينا أن نأخذ المال، فهم يدفعون نقداً. أنت حر في أن تفعل ما تريد. يمكنك أن تبيع حصتك من الحيوانات وتنتقل إلى المدينة، حتى إنه يمكنك الذهاب للعيش في الخارج، فأنت شخص بالغ، يمكنك بيع الحيوانات التي عملنا بجد لتربيتها. لقد رأيت ذلك من قبل، ستنفق كل شيء في غضون أشهر قليلة، وستأتي تجر أذيال الخيبة بدون أي قرش في جيبك. حصل ابن الجيران على وظيفة في مصنع للخشب هناك في محافظة سيلينغ، وذهب ابن بايرا للعمل في المدينة بعد خدمته العسكرية. لم يكن من السهل بالنسبة له كسب العيش كراع. خلال الفترة الشيوعية تعلمنا المعنى الحقيقي للعمل تماماً، مثل ما هو الحال في الجيش، الانضباط والالتزام بالمواعيد والاستعداد دائماً للعمل.
لن نكسب ما يكفي من المال هكذا. لا أعرف إن كنا سنفعل هذا. شيطان الجشع يلتهم هذه الأرض. ليس هناك مستقبل وفي هذا العالم الجديد. هياد ذكي، لديه استراتيجية، فهو يهاجم وينسحب ونحن نطارده ونطلق بضع طلقات، لكنه يعود من حولنا بشكل دائري مرة أخرى. عليك قتل هذا الذئب، وإن لم تفعل فستخسر كل شيء. إنه يسعى للانتقام من أجل الأشبال التي أخفها. لا يمكن للرجال مضاهاة الذئاب. رأيت ذلك يحدث عندما كنت فتاة صغيرة. كان جيراننا قد أمسكوا ببعض أشبال الذئاب، ثم جاءت الذئاب القطيعة بأكمله انتقاماً. هذا المكان هو بالطبع عقبة حقيقية. من الصعب تعقب الذئب. هذه المسارات من اليوم، تلك من الأمس، وها هو الذكر الكبير. حان الوقت لإخراج بندقية صيد والدي القديمة. تنتشر الشائعات حول هذا الذئب الأحمر، إنه قوي الإرادة. لقد أطلقت النار على هذا الذئب عدة مرات، لكن رصاصاتي من عيار 22 تبدو وكأنها ترتد. إنها تدغدغه فقط. هذه الرصاصات لصيد الطرائد الكبيرة. يعود تاريخ أجزاء من هذه البندقية إلى زمن بطرس الأكبر. لا يمكن شراء الرصاصات لهذه البنادق الآن، لذلك علينا صنعها بأنفسنا. في الواقع إنه أمر بيني وبين الذئب.
خلال الحرب مع اليابانيين حيث طوق المغول سموا كل إمدادات المياه، كان جنودنا يموتون من العطش، فاستدرج أبي الذئاب وأطلق عليها النار. أكل جنود المغول لحم الذئاب وشربوا دمها من أجلي على قيد الحياة في الخنادق. إنه هناك في الأسفل على بعد حوالي 91 مترا. نعتقد أن الإنسان والذئبة ولدا من نفس الذئبة الأم السماوية، وكانا يتحدثان اللغة نفسها في السماوات، لذا ما زلنا نستطيع الرد على نداءات بعضنا البعض. للذئب شحمة الأذن البشرية. انظروا إلى حجم تلك الأنياب، يمكنه أن يسقط حصانا. يا لها من رائحة كريهة. من المؤكد أن علينا نراوح مكاننا هذا العام. أنياب كأنياب النمر، كان ذئبا كبيرا، إنه جيد للتمائم. سأجفف لسانه وأضعه على قبري، إنها من العادات المغولية القديمة. بجعات 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 تجل البحيرة الزرقاء، فقست البيوض. الآن حان وقت الرحيل، حان الوقت للطيران بعيدا. هيه، فاصل، دوم.
هذه الأرض الجميلة مليئة بالحيوانات البرية والكنوز الطبيعية، وجميعها ستختفي، فهناك الكثير من الصيادين، وليس ما يكفي من الحراس. اختفت الغزلان، غادرت الدببة، أين الظبية الجميلة؟ أخشى أن أستيقظ في يوم من الأيام وأجد كل شيء قد اختفى. أولادي، هذه الحيوانات البرية، هذه الأرض الرائعة بكل ما فيها من عجائب، ستختفي بين عشية وضحاها. إنها تمسك برأسها ثم تعود إلى الغابة، علينا أن نقترب أكثر. ارتحل البدو والذئاب دائما معا، لقد تطورنا معا منذ فجر التاريخ، إننا مرتبطون ببعضنا في الحياة والموت. الشيطان الصغير تغذيه لعدة أشهر ثم يعضك. سنصطاد هذه الذئاب؟ لا مزيد من الصيد هذا العام، سنطالب بهدنة في الوقت الراهن. عندما يحين أجلي سيرتاح جسدي على هذا الجبل في انتظار الذئبة السماوية لالتهام بقاياي. هل الذئب شيطان أم ملاك يا جدي؟ الذئب شيطان وملاك تماماً ك... He was a fabricator. A slam dunk. He lied.